اسمي نزار شاهين. أريدكم أن تأتوا معي لرحلة مدهشة، رحلة نور ورجاء ومحبة واشتياق للحق والجمال والصلاح، رحلة علاقات وألغاز وأسرار. أريدكم أن تأتوا معي وتجلسوا وتستمتعوا أثناء السفر، وأعدكم بشيء عند نهاية جولتنا، أنكم ستعرفون الحق وأن الحق يمكنه أن يحرركم. لذا تعالوا معي. في البدء خلق الله السماوات والأرض وكل شيء على هذه البسيطة، ورأى الله أن كل ما صنعه حسن، حسن جدا. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. وخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله قائلا: أثمروا وتكاثروا واملأوا الأرض، أخضعوها وتسلطوا عليها. في البدء خلق الله كل شيء مستحسنا كل ما صنعه: الشمس، القمر، النجوم، النباتات والحيوانات. خلق أيضا رجلا، ومن الرجل عمل امرأة، ووضعهما في جنة جميلة غاية في الكمال، ومشى الله معهما عند هبوب ريح النهار. ولكن العلاقة السليمة لا تتم إلا عن طريق الاختيار، ومن المحتمل في حالة مثل هذا أن تتم اختيارات سيئة. وللأسف كان اختيار آدم وحواء سيئا، فإنهما عصيا الله، وذلك العصيان حطم علاقتهما مع الله من جهة، وحطم علاقتهما مع بعضهما البعض من جهة أخرى. واستمرت هذه الحالة، حالة الانفصال عن الله حتى الآن. ولكن آدم وحواء عرفا شيئا واحدا، بأن الله سوف لا يتخلى عنهما، أنه أحبهما وأراد أن يعيدهما إليه، إنه سوف يأتي من أجلهما. أكثر تكثيرا أوجاع مخاضك فتنجبين بالألام أولادا، وإلى زوجك يكون اشتياقك وهو يتسلط عليك. Oh.
لأنك أذعنت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي نهيتك عنها، فالأرض ملعونة بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك، بعرق جبينك تكسب عيشك حتى تعود إلى الأرض، فمن تراب أخذت إلى تراب تعود. تفضل كل. حواء، ما هذه الفاكهة المتعفنة؟ خذي كليها انت. حواء انا اسف، لم أقصد ذلك. ماذا يجري لنا؟ لم يؤذ أي منا الآخر من قبل. ماذا فعلت؟ لدي بعض البذور، متى ستزرعها؟ سأزرعها غدا بعد أن أنتهي من بناء المأوى. إنني تعبة، قدماي تؤلماني وظهري يؤلمني. ذا مرة أخرى. ما هو؟ لقد رفسني. ما أغربه، كالحيوانات إني أشعر بالجوع. لا أستطيع إحضار الفاكهة اليوم، لا أستطيع التقاط الجوز،
إنني تعبة، تعبة جدا. حسنا، أنا سأذهب، ابقي هنا. يا الله افتح الممر لآدم زوجي، رجاء يا الله، إن لم يكن من أجلي فمن أجل آدم. اللهم أعني. هش هش انظر إليهما. لقد أنقذنا حواء. أعتقد أنني بدأت أفهم الوضع الآن. انظري. ماذا تعني؟ أتذكر ما قاله الله للحية عند خروجنا من الجنة؟ بأن نسلنا سوهشم رأسها. لقد أنقذنا، انظري. ما أجملهما وما أقواهما. ربما يقودنا أبناؤنا إلى العودة للجنة. يا آدم، هل تعتقد أن ذلك ممكن؟ نعم، من المؤكد أن الله سيأتي، لن ينسانا. إنهما طيران لم يخطئا. إنني سعيدة جدا يا آدم. من المؤكد أن الله لن ينسانا، سيأتي. نعم. أبي 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 يلعب في الثمر. أبي ابتعد عن هذه الشجرة. هابيل، الثمر لم ينضج بعد، ما زال فجا. عندما ينضج يمكن أن نقطفه، وعندها سيكون طعمه لذيذا. قرين، راقب أخاك ولا تدعه يقطف الثمر. نعم يا أبي. إنها لا شيء، ثمرة غير ناضجة، إنها لا تنفع أحدا إذا قطفناها. أبي أبي هابيل يلعب الثمر. قرين، طلبت منك أن تراقبه وأن تمنعه من قطفه. إني ركبته. الثمر لم ينضج بعد يا قرين، ما زال فجا. لقد أتلفت الثمر يا هابيل. انظر يا بني، لم يكن ناضجا، إنك لا تستطيع أن تأكله. لماذا فعلت ذلك؟ أرأيت ما فعل الأولاد؟ ماذا فعل؟ الثمر. لا شيء، هما ما زالا صغيرين. كلا، لقد عصيا كما عصينا.
إنه ما أصغر من أن يعرفا معنى العصيان. إنه ما لا يفهمان ما يفعلان. قايين يفهم. لقد قلت له أن يراقب أخاه وأن يمنعه من أن يقطف الثمر، وأنا أعرف أنه كان يستطيع ذلك ولم يفعل. أنت لا تعرفين ذلك. لقد رأيت ذلك على وجهه. كان يعرف. أنت كنت تستشيط غضبا وهو يبتسم. أتقولين أنه كذب علي؟ نعم يا آدم. آه يا آدم، إنهما يكبران ليصبحا مثلنا ويرتكبان مثل أخطائنا. لن يهشم رأس الحية ليبطل خطأنا الرهيب. ماذا تتكلمين حواء؟ إنهم أطفال. سأكون صريحة معك يا آدم. أنت سمحت لي بأخذ تلك الفاكهة في الجنة مثلما سمح قايين لهابيل بأن يقطف الثمر. لم أستطع أن أمنعك. غير صحيح. لقد قلت لله تلك المرأة التي أعطيتني هي التي فعلت ذلك. أتذكر يا آدم؟ قلت أنني أنا التي فعلت ذلك. لا يهم ذلك الآن. أنت تستطيع أن تلوم الحية على خداعنا، لكنك لومتني. حسنا، إن تلك الحية ما زالت تغوينا يا آدم. أشعر بالخجل الشديد من ذلك، لأننا ضعفاء. كفى حديثا عن ذلك. إن أطفالنا أقوياء، يجب علينا جميعا أن نتعلم ونجتهد ونتعلم من أخطائنا. قررت أن أخذ الولدين إلى الممر غدا. ستأخذهما؟ نعم، لقد حان الوقت. إنهما رجلان وقد آن الأوان لكي يرى الممر. لكن الممر بعيد. يمكننا أن نصله خلال يوم واحد. أوافق أنت؟ نعم. أما زالت بعيدة؟ لا، ليست بعيدة. إننا نقترب منها. أنا أذكر هذا المكان. إذن سنرى بيتنا القديم. لم يكن بيتا، بل بضعة غصون. أبي، هل تعتقد بأن الله سيفتح الممر لنا؟ ربما. إنكما شبان لطيفان. أعتقد أن الله يحبكما لأنكما تسمعان الكلام. ليس دائما، معظم الوقت. لقد اقتربنا من المكان. هذا هو المكان؟ آه، هذا هو المكان. لا أرى
شيئا. كانت هنا، أنا أعرف أنها كانت هنا. الله يا إلهي، أين أنت؟ تمجنون أبي، انهض، لا أظن أننا سنرى ممرات تفتح. اتركه يا قيد. اسكت يا أبي. لا تقل لي اسكت. أنا أقول لك اسكت. أما أنت فلا تقل لي اسكت، ولا تطلب مني أن أعمل أي شيء. أبي، أبي، كفى، كفى، كفاكما، كفاكما. أبي، أبي، أبي. ماذا جرى لأبيكما؟ لقد انهار فجأة. هذا لأنه لم يجد الممر. أدخلاه. آدم، آدم، ماذا جرى؟ ما الخلل؟ لا بأس، لا بأس عليك. ليس الأمر على ما يرام. لم أجد أي أثر للممر الذي خرجنا منه. ماذا كنت تتوقع؟ أن يفتح الممر؟ نعم. إني خائفة يا آدم، خائفة. وأنا أيضا. ماذا سنفعل؟ لا أدري يا حواء، لا أدري. سنبقى خارجها إلى الأبد. طوال طريق العودة فكرت بذلك. يجب أن نعلم ولدينا ما تعلمناه. أنت على حق. يا إلهي، لماذا أدرت وجهك عني؟ أشعر بدونك وحيدا. لما لا تعدني إلى الجنة؟ لما هجرتني؟ كنت متأكدا أنك ستأتي، لكن هذا لم يحدث. إنه يؤلمني، يؤلمني. أنت
لم نعرف ماهية الكمال وخصائصه، فلقد بدأنا قصتنا من أبواب الجنة المغلقة. من الصعب أن نتصور ما خطر ببال آدم وحواء وما جال بأذهانهما من أفكار وهواجز على مدى زمن مرت به الأيام والشهور متعاقبة. أما صورة أبواب الجنة فلقد بهتت في ذاكرتهما مع مرور الوقت، وفي النهاية تلاشت تماما من واقعهما الحياتي وحتى في أحلامهما، فإنهما لم يستطيعا الرجوع لأن الخجل والخزي أغطاهما وطغى على أفكارهما وتصوراتها. كان عليهما أن يجتازا صراعا يوميا مع أنفسهما، وأن يبتذلا أقصى جهد ليستطيعا أن يتفهما كيف يستعيدان علاقتهما بالله بعدما جرى. إذ ذاك أصبحا جزءا من العملية الخلاقة، إنجابهم الأولاد أعطاهم الأمل أن يكون هذا مفتاح القفل الذي أحكم الأبواب مغلقة. أنا لا أستطيع أن أتصور حجم الألم والخسارة شعر آدم قلب الله آنذاك، وعرف مقدار محبة الآب للابن، ولكنه يا للخسران. أنا متحير ومرتبك ومعقود اللسان، فالكلمات عاجزة عن وصف الفراغ الممل الناتج عن الانفصال الكلي عن الله. خلق الإنسان لتكون له علاقة متينة مع خالقه، ولكن انفصالي عن الله أوجد فراغا كبيرا في حياة آدم وحواء وأدى إلى ظلمة شديدة. ولم يمر وقت طويل حتى رأيا أثر طبيعتهما الساقطة في أولادهما، فلقد ظهرت دلائل طبيعتهما العتيقة الفاسدة في أبنائهما اللذين ورثوها عنهما. ربما علما أولادهما عن الله، ومن المعقول جدا أن يكون هذا رد فعل لما حصل لهما، ولكن طردهما من الجنة وانتقالهما منها كان كافيا أن يبهت ويغم بريق وجود الله المباشر في حياتهما. وهكذا لم يستطيعا أن يعلما أولادهما عن الله ويقدمانه لهم بشكل كافي، فلم يستطع أولادهما أن يفهموا ويستوعبوا ماهية الكمال الذي امتاز به أبواهما آدم وحواء في الجنة طالما لم يكونوا معهما هناك.